الحقيقة موضوع التمويل السري للجمعيات الأهلية موضوع واخد حيز كبير من اهتمام الجميع في مصر، الشارع السياسي، الأحزاب، الائتلافات، لأن الموضوع خطير. بيتكلم على فكرة أن في تمويل خارجي أجنبي وعربي لبعض الجمعيات الأهلية ومن أجل وتيارات سياسية، يعني في إطار توجهات سياسية محددة. خليني أفكركم بالتصريحات اللي اتقالت. وزير العدل قال قبل أيام أن الحكومة بصدد الكشف عن واقعة تلقي بعض المؤسسات والجمعيات الأهلية مبالغ مالية من دول عربية، وأن لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس الوزراء انتهت إلى تورط دول عربية صديقة، وأنه دخل لمصر عن طريق جمعيات 181 مليون و774 ألف جنيه منحة من دول عربية، دولار مش جنيه مصري. وزير الداخلية قال كمان ان في جهات اجنبية بتمول الجمعيات جاري الكشف عنها تريد عدم الاستقرار في مصر، يعني هو ربط ما بين دعم هذه الجمعيات وبين ضرب الاستقرار في مصر. وزيرة التعاون الدولي قالت اللي عاوز يساعد مصر لازم يساعدها في النور، ما يقدمش تمويلات سرية. هذا ملف هام وخطير. والحقيقة معايا النهاردة مشرفني الناشط السياسي الأستاذ جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. أهلا بيك أستاذ جورج، سعداء بيك. والأستاذ أحمد ماهر المنسق العام لحركة 6 إبريل، أهلا بيك. أهلا بيك. أسألك سؤال، هل فعلا في أنظمة دولية عاوزة تدمر الثورة المصرية من خلال استخدام التمويل؟ انا بس في البدايه عمرو عايز اعتذر ان انا جاي كده وانت بالشياكه دي، لا لا. وبس انا من الصبح من 8:30 في الشارع لغايه دلوقتي، واللي يسمع الكلام ده وانا عايز اللي يسمع الكلام ده مسك الخشب. معروف. الله يخليك يا جورج، ربنا يخليك. حاجه ثانيه، من خلال برنامجك انا عايز انعي ابن الزعيم الخالد دكتور خالد عبد الناصر، وتعزيتي لاخويا العزيز عبد الحكيم، لانه هذه العيله عزيزه على قلبنا جدا. عزائنا كله للأسرة الكريمة. طبعا طبعا. أنا عايز أقول الاتهامات المرسلة دي اتهامات خطيرة جدا. يعني الوطنيين لا يخونون، يعني مش معقول كده إن يطلع وزير مسؤول ويقول إنه أنا عندي، لا قبل ما تقول أنا عندي أنت اطلع وقول انه ال 181 مليون دولار اللي حضرتك اتكلمت عليهم دول واخدهم فلان وفلان وفلان، وهنقدمهم للنائب العام عشان نسال ازاي خدوا فلوس تحت الترابيزه. وكذلك حكايه الاجندات الاجنبيه، ايه حكايه الاجندات الاجنبيه دي اللي شغاله؟ كل واحد يتهم باجنده اجنبيه. المصريين الوطنيين الذين يعملون في العمل الوطني ما عندهمش اجندات اجنبيه، اللي عنده اجندات اجنبيه ناس تانيين. طبعا مش عايز اسكي لا اسرائيل ولا امريكا، عايزه مصر تستقر، بس احنا يعني مش بالسذاجه دي ان احنا نبص ان في اجندات اجنبيه ونقبلها كده او نتبناها كده او بس كده. هذه المعلومات طالعه من جهات رسميه، يعني بيتكلم فيها وزير العدل. ايوه هو ده وزير الداخليه. هو ده. فده كلام، هو ده استاذ عمرو، ده اللي انا بقوله. انك انت ما تقولش هذا الكلام الا من خلال وثائق وتحقيق دقيق ومعلوماتية. يعني هم بيتكلموا من غير ما يكون في عندهم وثائق. ما يقول يا سيدي ما يقول، ما ينفعش كده. يعني انت بيقول في دول عربية، مين هي؟ اظن الدكتور عصام شرف قال هيطلع يقول قريبا الاسماء. انا ضد الاتهامات المرسلة استاذ عمرو. يعني ما يصحش ابدا واحنا في مرحله شديده الحرج وشديده الحساسيه ان حد يقول فيه مش عارف حد بيقبض ايه، في حد زي السفيره الامريكيه الغبيه دي اللي قالت في 40 مليون دولار، قلنا لها قدمي قائمه ونتحاسب، وقالوا دوله صغيره مقصود بيها يمكن دوله قطر كمان. كل ده ما يتقالش الا من خلال وثائق ومن خلال معلوميات. طب انتوا كمجلس قومي لحقوق الانسان عملتوا حاجه بعد هذه المعلومات لما توفرت لديكم، بعد التصريحات الرسميه اللي اطلقت في اجهزه الاعلام من قبل وزراء في الدوله؟ طبعا لو حضرتك تابعت التقرير اللي طلع نتيجه الاحداث بتاعت يوم الجمعه، احنا متعرضين لهذا الامر، انه طالبين تحقيق رسمي في هذه المعلومات ان في اجندات اجنبيه وان في ناس بتولى اجندات اجنبيه، وان احنا عايزين نحاسب الناس دول على اذا كان في شبهه تمويل تحت الترابيزه. لان اخطر حاجه اصل برضو التمويل ده استاذ عمرو يعني عليه علامات استفهام كثيره جدا، لان كل واحد، مع ان انا احد يعني منظمات المجتمع المدني، بس في انا لا اعمم، ها في جمعيات فتحت دكاكين
وخدت فلوس وبتعمل حاجات سيئه جدا. فهي المساله عايزه شفافيه وعايزه كل حاجه تبقى معلنه. ولذلك لما اتهمت 6 ابريل بانهم مش عارف خدوا تمويل ومش عارف ايه، قلت لاحمد ماهر: احمد ماهر روح للنائب العام قدم بلاغ عشان يحققوا معاك. حصل ولا لا؟ حصل. طيب يعني هو كده الكلام. رحت للنائب العام؟ روح للنائب العام. وقدمنا بلاغ ضد لؤي أرويني، تصريحاته اللي كانت فيها تحريض على حركه 6 ابريل، وطلبنا بالتحقيق معانا لو في اي مخالفات. وحتى هذه اللحظه بس لؤي أرويني شخصيه عسكريه يا احمد، لازم تكون البلاغات في النيابه العسكريه. ما تم تحويلها النيابه العسكريه، وحتى هذه اللحظه لم يتم اتخاذ اي اجراء. يعني موضوع التمويل طبعا ده كان بيستخدمه النظام السابق وجهاز امن الدوله من قبل الثوره، وفوجئ ان هو بيتم برضه استخدام هذا السلاح مره اخرى بعد الثوره تجاه نفس المجموعات اللي كان ليها دور في اشعال الثوره. يعني تفتكر ليه؟ يعني في رايي ان في انقلاب على الثوره، ان في ناس مش عاجبها الثوره، ان في ناس خايفه ان المجموعات اللي قامت بالثوره لا ممكن يكرروها تاني. يعني حتى الآية صراحه من بعض الشخصيات العسكريه اللي هو ايش ضمننا ان بعد كده مش هيعملوا انقلاب على النظام تاني. ده ففي خوف من بعض المجموعات الموجوده اللي كان ليها دور في اشعال الثوره. بس يوصل يعني اذا فرضنا صحه كلامك ده، يصل الى فكره ان احنا نقول ان في كم الملايين من الدولارات اللي داخل عشان خاطر زعزعه الاستقرار في مصر، عشان خاطر يعني خلق جو غير مناخ غير ملائم. الكلام يعني بيكون في جزء من الصحه وكثير من المغالطات. يعني بالفعل في تمويل بيجي لمنظمات مجتمع مدني، في معونه امريكيه بتيجي جزء منها يعني كبير، 1.3 مليار بيروح للجيش المصري، وفي جزء بيروح طبقا للمعاهدات الامريكيه. المعونه الامريكيه بيروح للمجتمع المدني في مصر، بيكون طبعا في جهات رقابيه بتشرف عليه. واعتقد ان دوت كان من تصريحات السفير الامريكي اللي اصدرها على جزء المعونه بيروح لمنظمات مجتمع مدني في مصر. وكذلك حسب علمي ان في برضه دول عربيه. طب انتوا كست ابريل بتاخدوا من هذه المنح؟ 6 ابريل اصلا مش منظمه مجتمع مدني، 6 ابريل ملهاش ورق، مش مسجله كجمعيه اهليه ولا تبع التضامن الاجتماعي، ولا تتلقى اي تمويل من اي جهه اطلاقا. كل مصاريفها يا اما اشتراكات الاعضاء يا اما شخصيات سياسيه معروفه ومحترمه بتحب تساعد الحركه، بتحب الدعم سواء تعليم مادي. بس اظنكم انتوا عايزين تكونوا منظمه، اذا بقيتوا منظمه هتتلقوا دعم من الخارج. وهيكون تحت رقابه اذا كان لينا ورق قانوني او شكل قانوني سواء كجمعيه او ما شابه، فهيكون في رقابه من التضامن الاجتماعي على الحسابات الخاصه بالحركه. ولكن الحركه افراد، وبرضه الافراد دول لهم. طب انتوا حاليا يتم تمويلكم منين؟ تمويلنا عندنا اكثر من مره ومن شركات الاعضاء في كل عضو. يعني عندك الاشتراك بكام مثلا؟ الاشتراك مثلا على الاقل 20 جنيه في الشهر لو في موظف او ما شابه. لو حد مثلا طبيب او استاذ في الجامعه او مهندس بيكون بيدفع. في كم عضو في الحركه؟ يعني في الاف، في على الاقل 20,000 تقريبا عضو على الاقل منتظمين، غير بقى في منتسبين للحركه، في حد ممكن يساعد بمقر، حد يساعد بمجلس التصوير، حد يساعد بورق، في شخصيات سياسيه. يعني انتوا عندكم فيلا مثلا واخدينها في جاردن سيتي مثلا، فيلا كده؟ لا مش فيلا بتاعتنا. دي دكتور ممدوح حمزه متبرع. مش لينا لوحدنا، ده لكل المجموعات السياسيه، كل المجموعات الشعبيه بتقعد فيها يعني. خاصه المجلس الوطني وكل المجموعات بتستخدمها. فبيكون حاجه زي كده، حد متعاطف مع الحركه فممكن يفتح شقه يستخدموها، وممكن الشهر اللي بعده يقول لك لا انا محتاجها يعني. فده المصدر الوحيد لينا. وطالبنا لو في حاجه مخالفه لينا، وفي اي شخص بيتلقى اموال من اي جهه سواء معلن او غير معلن يتم الكشف عنه. وحتى هذه اللحظه بنسمع شائعات واتهامات بدون اي دليل حتى هذه اللحظه، سواء بقى من المجلس العسكري او من اي جهه اخرى يعني. استاذ جورج، هل تعتقد فعلا ان في انظمه دوليه عايزه تدمر الثوره المصريه من خلال استخدام التمويلات؟ والله انا يعني ضد مساله المؤامره دي. بس في حاجات في المجتمع المصري يا استاذ عمرو تخليك ترتاب. يعني شواهد. في شواهد. يعني في احزاب سياسيه طلعت ضروري تعلن مصادر تمويلها وتعلن ميزانيتها بشفافيه عاليه، ويبقى في رقابه، زي كل الاحزاب اللي طلعت، زي جماعات الاحزاب الدينيه اللي طلعت دي عندها مقرات بملايين الجنيهات وكده، وهم يعني ناس مفروض انهم مفيش غير العداله والنور، اظن العداله والنور، وفي والاحزاب السلفيه اللي طلعت ودي يعني عندهم اموال خطيره جدا. النهضة. انا رايي انهم ناس مفروض انهم متدينين وعندهم عقيده يعلنوا مصادر تمويلهم، وبيأجر المكان ده بالمبالغ دي ليه وازاي، والتمويلات والمقرات مش بس العداله والحريه، لا الاحزاب الثانيه اخرى برضو اموال تخض يعني. يعني يعني دي عايزه شفافيه وعايزه اعلان سريع، ما تخليش الناس تتكلم كتير،
لان الناس بتتكلم كتير وبتطلع اشاعات كتيره واللي عاوز يبقى له عدو يعني عاوز يصطاده بيصطاده من الحته دي ويقعد بقى يكبر في المساله. شوف الناس ايه، واحد قال لك ده في اموال جايه من السعوديه والتاني يقول لك في اموال جايه من الامارات وقطر وبتاع. طيب يطلع السفير السعودي يطلع كده ويقول انا ما بمولش وبدليل ولا كده، لانه ما فيش حاجه اسرار، اصل ما فيش اسرار هتتخبى. صحيح. لان الدنيا بقت مفتوحه دلوقتي. اي واحد هيتلقى مليم هيبقى معروف. وفي معركه انتخابيه جايه، ها هذه المعركه الانتخابيه يعني ضروري تبقى العينين عليها كده، وهو ده اللي احنا بنطلبه دلوقتي، ان يبقى في حسم ويبقى في خطوره حقيقيه. وده ما دخلنا للفقره دي الحقيقه، تاثير ده على العمليه الانتخابيه القادمه. طبعا طبعا، ده في ناس بتقول لك في فلوس جايه من بره متدفقه 2 مليار دولار، كلام مرسل، ما يعني ضروري نتحقق منه ونشوف الدعايه الضخمه اللي حاصله دلوقتي دي اقولها منين؟ يعني دي مساله خطيره على لغاية. فكره هذا الموضوع كمان ما اعرفش يعني هل يقتصر بس على حتى ترشح الانتخابات البرلمانيه، لان في معلومات متداوله النهارده بين الفتره والثانيه ان في مرشحين رئاسه واقف وراهم يعني رؤوس اموال قويه جدا يعني بالمليارات. استاذنا ده انت مش بس رؤوس اموال أجنبية، في رؤوس أموال محلية دلوقتي بتجهز نفسها في الانتخابات القادمة، ها؟ واللي بيتكلم على إن احنا يعني في جماعات من الناس زي الجمعية الوطنية من أجل التغيير بتطالب بتأجيل الانتخابات حتى تستقر الأمور وكده، يقول لك دول بيعطلوا التعديلات الدستورية وبيعطلوا مش عارف إيه وبيعملوا إيه. لا، احنا مستعجلين على التعديلات الدستورية، بس عايزين مناخ مناخ شفافية، مناخ قواعد ثابتة، مناخ ناس تراقب الموضوع بعناية. اللجنة العليا للانتخابات دي اللي احنا مش عارفين، يعني اللجنة العليا للانتخابات دي من ضمن مهمها انها تشوف التمويلات دي رايحة فين وجاية منين. انا مش عارف مستنيين ايه يعني، انا مش عارف مستنيين ايه يعني الدعاية الانتخابية بالفعل حصلت. انزل بقى المحافظات وكده وشوف اليفط والبتاع والدعايات، واحد يقول لك مش عارف جايب الحملة بتاعته مش عارف بتاخد ايه وبتاع، الكلام ده ضروري يتعرف. ولجنة العليا للانتخابات دي المفروض هيئة مستقلة وتراقب ده وتسأل وتجيب وتعمل، مستنيين ايه؟ انا مش عارف. طب احمد، هل تعتقد ان هذا التمويل المشبوه ممكن يأثر على سير العملية السياسية في مصر؟ يعني ممكن ان في بعض الدول او في بعض الجهات تحاول تدعم بعض المرشحين في الانتخابات البرلمانية او حتى الرئاسية. وموضوع الشفافية مطلوب يعني، حتى عشان ما حدش يتظلم، عشان ما حدش يطلق شائعات بدون دليل. فاحنا نفسنا بنطالب حتى ان يكون في تحقيقات حقيقيه، ان يكون في كشف ان مين بالفعل بياخد تمويل ومن اي جهه وبيصرفها فين بالظبط. ويعني اتمنى ان الناس تكون على وعي كافي ان ما يتمش استغلال اي مصدر للتمويل في دعم مشروع معين او دعم مرشحين معينين. واعتقد ان الشعب المصري يعني على قدر من الوعي ممكن يفرز بين حاجه او الاخرى يعني. طب نطلع فاصل ونرجع تاني عشان نكمل حوارنا مع الاستاذ جورج اسحاق والاستاذ احمد مهدي. فاصل ونعود. ورجعنا لكم تاني وبنطرح السؤال الصعب. اولا، هل فعلا في تمويل بيتم لبعض الجمعيات وتمويل مشبوه من دول اوروبيه وامريكا ودول عربيه ودول عربيه صغيره؟ صحه هذه المعلومات، هل فعلا في فلوس دخلت مطار القاهره في شنط؟ ولو دخلت في شنط، طب فين الداخليه وفين الجهات الرقابيه؟ الكلام ده بيطرح وبيقال على السنه مسؤولين كبار في الدوله. ايضا الكلام اللي قاله السيد وزير العدل، الكلام اللي صرح به السيد وزير الداخليه، السيده وزيره التعاون الدولي، وبعدين قالوا في منظمات بتقبض وبتاخد جمعيات في مصر. حتى هذه اللحظه ما طلعش واحد مسؤول يقول لنا بالاسماء هم مين. فبرضه هذا الكلام على المشاع وكلام يعني فضفاض، برضه بيفتح المجال يعني البعض يقولك هذا كلام صحيح، البعض يقولك هذا كلام غير صحيح. عموما انضم لنا استاذنا الكبير الدكتور حسن نفعه، استاذ العلوم السياسيه، في حوارنا. اهلا بيك دكتور حسن. اهلا بيك استاذ، شرفتنا ونورتنا. ويعني يمكن احنا كنا لسه قبل سيادتك ما تنورنا، احنا كنا بنتكلم على فكره التمويل وما تردد على السنه الكبار المسؤولين ان هناك تمويل بيتم من قبل بعض الدول العربيه، وقيل انه بمئات الملايين من الدولارات لبعض الجمعيات في مصر من اجل اثاره البلبله والقلاقل في الشارع السياسي المصري. راي سيادتك ايه في هذا الموضوع؟ شوف يا استاذ عمرو، خلينا الاول نتفق على اهميه منظمات المجتمع المدني. منظمات المجتمع المدني بتلعب دور مهم جدا، وبالذات في عندما تتحول الى نظام ديمقراطي لا يمكن اطلاقا ان تغفل دور المجتمع المدني، لان بين المؤسسات الرسميه
وبين الشعب في فراغ كبير ومسافة كبيرة جدا ما تقدرش الدولة تملاها ولا تقوم بالوظائف اللي بتقوم بها منظمات المجتمع الدولي. فيجب ابتداء ان احنا نسلم بأهمية منظمات المجتمع المدني وبالدور اللي بتلعبه في كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وأيضا اللي بتمس بعض القضايا السياسية. لكن طبعا يفضل ان تمويل هذه المنظمات الأهلية يكون تمويل محلي ويكون قطاع الأعمال ورجال الأعمال وتكون مثلا المهتمين بجمع الزكاة إلى آخره يمولوا أنشطة المجتمع المدني، وخصوصا أن جزء كبير منها جزء خيري يتعلق بإعانات بتقدم في أحوال يعني الكوارث. يعني سيادتك مع منع التمويل الخارجي خالص؟ أنا لا، مش مع منع التمويل الخارجي خالص، أنا مع الشفافية الكاملة في الإعلان عن مصادر التمويل. بمعنى أنه مش بالضرورة أنه أي أموال جاية من الخارج تبقى أموال مشبوهة أو أموال فاسدة أو أنها موجهة لأعمال تخريبية أو لأعمال ضد الدولة أو ضد نظام القيم اللي فيها إلى آخره. لأنه إحنا ساعات بنبقى نظرتنا للخارج وبالذات للغرب نظرة قصيرة جدا، وبنتصور أنه هذا الغرب يعني شيطان رجيم ولا يضمر إلا الشر للعرب وللمسلمين. أنا أعتقد أن هذه النظرة قصيرة تماما. وأنا واحد من الناس اللي عاشوا في الغرب سنين طويلة وتعلموا في الغرب وشافوا يعني إزاي هذه المجتمعات تدار وفيها منظمات فعلا معنية بحقوق الإنسان، مهتمة بحقوق الإنسان ومهتمة بتقديم المعونات. يعني فيه أموال أجنبية بتيجي توجه ملهاش أي علاقة بالسياسة وبتوجه لأعمال خيرية بحتة، أرامل مثلا، لأيتام. صحيح. بتعمل أنشطة تعليمية، بتعمل أنشطة محو أمية، بتعمل يعني أنشطة من هذا النوع. فأنت لو أغلقت مصادر التمويل الخارجي ربما تؤثر على هذه الأنشطة، إنما ده برضو ما يخليناش من السذاجة بحيث أن احنا نتصور أن الغرب ده خير مطلق وأنه ما عندوش أجندات سياسية وله أهداف معينة، وانه احيانا بل احيانا كثيره جدا بيستخدم المنظمات الاهليه في تمرير اجندات لمصلحته هو. طب خلينا نطبق على الواقع المصري الاني الحالي، هل هناك فعلا في منظمات بيتم تمويلها من الخارج عشان خاطر زعزعه الاستقرار، اثاره القلاقل في الشارع المصري مثلا؟ لا، ما هو شوف، هو دعم احد التيارات السياسيه، ما فيش اي دوله هتقول لك اننا بدي فلوس لمنظمات المجتمع المدني ده عشان تزعزع الاستقرار. انما الاجنده بتاعتها ايه؟ قد يعني تؤدي انشطه بعض المنظمات في ظروف معينه وللقيام بمهام معينه الى يعني اشياء قد لا تكون مقبوله من جانب الدوله او قد لا تنظر اليها الدوله بارتياح، وبالتالي من وجهه نظر الدوله المانحه هذا يحقق مصالحها ورؤيتها، لكن من وجهة النظر الدولة المستقبلة قد لا يكون بالضرورة لا التوقيت مناسب ولا نوع النشاط اللي بتقوم به هذه المنظمة مناسب إلى آخره من هذه الأمور. ولذلك أنا يعني رأيي أنه الحل لهذه المعضلة، طبعا إذا كنت مجتمع قادر على أنك أنت تمول أنشطة المنظمات المجتمع المدني تمويل داخلي ومحلي يبقى شيء عظيم جدا ويبقى هذا هو المطلوب. إنما إذا كانت الأموال اللي بتيجي من الخارج أموال بتسد احتياجات معينة وبتقوم بنشاط مفيد للمجتمع ومفيد بشكل عام وعلشان تتجنب الضرر اللي ممكن ينتج، لأن الضرر وارد ولأن الأنشطة المغرضة واردة، إذن الحل إنك أنت تفرض على هذه المنظمات إنها تنشر من ميزانيتها، تقول هي جايبة الأموال منين، مين اللي بياخد هذه الأموال، بتنفق في أنهي أنشطة. وإذا لم تقم بهذا، يعني إذا بقى جات شنط من دول واتظبطت علشان خاطر داخلة منظمات معينة، بس حتى لو جات الشنط دي فين الداخلية؟ يعني الكلام المعلن بيتقال إن الشنط الفلوس داخل في شنط. أنا عايز يا أستاذ عمرو، ده بقى شغل أمن. يعني المفروض دي وظيفة الأمن، ما يلقيش الاتهامات على عواهنها كده ويقول زي ما جم قالوا في موضوع 6 أبريل. وأنا انتقدت البيان اللي أصدره حتى المجلس العسكري في هذا الشأن وكتبت عمود بعنوان البيان 69
ووجهت انتقادات مباشرة، قلت صحيح. ده كلام ما ينفعش، لأن المجلس العسكري شغلته أنه يحكم، وبالتالي أن يحاكم من يخرج على القانون. تفسر بأن المجلس العسكري بعد هذه الاتهامات حصل صمت تام في موضوع اتهاماته 6 أبريل. ده بيدل على أنه خجلان من الـ من الـ من العمل، وإلا لو كان عنده أدلة إدانة حيودي الناس دي كلها للمحكمة، ومن حقه أن يقدمهم إلى المحاكمة. لكن لما يجي يصمت بعد ما يوجه هذا الاتهام على طول، الناس هتقول أنه كان بيتكلم بس عشان يخوف الناس أو عشان يرعب الناس أو يهت الناس أو شيء من هذا القبيل، وده مش مطلوب، لأنه بيأثر على مصداقية المجلس، وبيخلي المجلس يبان وكأنه يعني بيشتغل زي المنظمات الأخرى، كل واحد يلقي الاتهامات على الآخر، وهذا يكفر فلان، وهذا يخون فلان، وهذه المنظمة كذا إلى آخره. طب تفسر بإيه فكرة أن النهاردة الحكومة ممثلة في بعض وزرائها بيقولوا هذه المعلومات، ولم يتم الإعلان عن أسماء لا الجهات التي تمنح أو الجهات التي حصلت على هذه الأموال؟ أنا قلت للدكتور جودة عبد الخالق ونحن نتحدث عن هذا الموضوع، وهو صديق شخصي بصرف النظر عن أي مواقف سياسية، قلت له يا دكتور جودة أرجوك تبعت لي وآخر مرة كلمته لقيته في لندن، وقال لي حبعت لك الإيميل علشان أقول لك معلومات محددة. قلت له أنا يعني واحد من الناس اللي يعني مواقف معروفة ومعلنة، وبالتالي إذا كانت هناك منظمات تتلقى تمويل من الخارج مشبوه، هقول إنه على كل المنظمات إنها إنه اللي مش يعني يظهر القدر الكافي من الشفافية ويقول لنا ميزانياته دي بيجيبها منين، وأنشطته بيصرف عليها منين، وإزاي، والفلوس دي بتروح لمين والإيه، أنا ضدها على طول الخط، ولا يمكن أن أتهم بأن أنا بقى بأيد الحكومة إنما الحكومة بتقول كلام وما بتقدمش أدلة، فلازم تقدم معلومات وتبقى شفافة في هذه المعلومات علشان الناس تقدر تفرز كمان مين بيقوم بإيه بالظبط، لأنه في ناس شرفاء جدا ممكن يقوموا بأنشطة مهمة جدا لكن هذه الأموال قادمة من الخارج. لكن إيه اللي بيخلي الناس تعرف أن دول ماشيين في الخط الصحيح وأنه ما فيش أي شبهة؟ أنه كل مليم بيجي بيتحط في كشف وبيظهر وبيقول جه منين، وكل مليم بيتصرف بيقول الفلوس دي. بس يمكن ده يدفعني أستاذ جورج أسألك، مين اللي بيراقب عمل الجمعيات الأهلية في مصر؟ أنا بس عايز أستكمل مقال الدكتور حسن في أنه الغرب يا اما شر المطلق يا اما خير المطلق، يعني وانه احنا متخيلين ان الغرب ده بيقوم الصبح يقول اعمل ايه في مصر دي واعمل ايه، يعني مشغولين بينا بدرجه فظيعه جدا، وانه ينشر اجنداته. يعني الكلام ده اصله الكلام ده اتقال قبل كده في النظام السابق، وبنكرر نفس الكلام. الاتهامات للناس انها بتاخد تمويل، الاتهامات للمجتمع المدني انه في مجتمع مدني محترم، في كاريتاس بيعمل خدمات ملهاش حل جداً، في الجمع الهيئة الإنجليزية بتعمل صحيح. خدمات واضطهدت لأنها كانت بتتكلم في السياسة وبتعمل حاجات، يعني هي فعلا عايزة شفافية، عايزة قواعد. يعني انت سايب الدنيا سيد احمد، يعني دكتور حسن طلب من جود عبد الخالق انه يقول له الحكاية دي، عايزين معلومات، عايزين مش بس عايزين معلومات، عايزين قواعد ازاي، يعني عارف الفساد فين؟ الشيطان في التفاصيل دايما، في البروتوكولات اللي بتتعمل، يعني البروتوكولات اللي بتتعمل اللي بتيجي بتاع التمويل الاجنبي ده، عايز رقابه، عايز قبل ما اعمل البروتوكول اشوف الفلوس دي هتتصرف فين، في رقابه حكوميه ضروري تخش في البروتوكول ده، لان البروتوكول ده هو ده فيه الفساد. اللي هو مثلا يديك مثلا 100 مليون جنيه فتاخد انت 80 مليون جنيه اجور، دي عايزه نظره طبعا، المسائل ما تتسابش كده، يعني عايزه البروتوكولات اللي بتتحط دي اذا اتراقبت مراقبه جيده وبمصداقيه وبشفافيه. مين بقى اللي يراقبها؟ نعم، مين يراقبها؟ الحكومه. الله، ما الحكومه دي قاعده تعمل ايه؟ سكان الناس بتقول لك في شنط دخلت المطار، لا، والاجهزه الرقابيه، والاجهزه الرقابيه، الجهاز المركزي للمحاسبه ده شغلته ايه؟ الرقابه الاداريه دي شغلته، يعني في اجهزه رقابيه المفروض انها مش بس المال العام، لكن مفهومنا الاموال القادمه من الخارج يجب ان ينظر إليها نظرة إلى المال العام، لأن دي أنشطة أموال جاية من الخارج لتوجه في
أنشطة عامة، وبالتالي يجب أن تراقب. ملفتش نظرك ما تردد في الصحف يا دكتور حسن يقول لك أن الدولة العربية المقصودة، وبعض الصحف نشرت المقصود بها قطر وأنها بتدعم الأحزاب السلفية، رأيك في هذا الكلام يعني؟ والله مرة وليه قطر تدعم؟ والله مرة قالوا قطر السلفية، ومرة قالوا السعودية ومرة قالوا يعني طبعا بالتأكيد احنا عرفنا ظاهرة الأحزاب اللي لها امتدادات في الخارج والامتدادات دي قد تكون امتدادات يعني فكرية وأيديولوجية، وقد تكون امتدادات تنظيمية. يعني في مثلا تاريخيا معروف الأحزاب الشيوعية كان لها تنظيمات مركزية، وكانت أحيانا بتعاون بتقدم الأموال لأعضائها، وفي بعض أسماء هنا معروفة الشيوعية كانت بتتلقى رواتب شهرية من الدول العربية أيضا من الخارج في الدول العربية. أنا رأيي أنه هذه الأمور تنشر، هذه الأمور طبعا تعرف طبعا، ويتقال فلان تلقى أموال من مين والإيه بالضبط، والمراكز الأبحاث دي بتجيلها أموال من مين وبتصرف فين. وبعدين في ناس بقى يعني عملوا يعني المسألة كمان أصل فيها كمان قضايا فساد، يعني يمكن الدولة أحيانا بتغمض عينيها على قضايا الفساد الكثيرة جدا اللي بتنتاب هذه الأنشطة، وبتفتح عليها بس لما يبقى فيه نشاط سياسي هي لا ترغب فيه، فبتقوم تعمل المشكلة بسبب هذا النشاط السياسي. وهل تعتقد ده اللي بيحصل دلوقتي؟ في الغالب، في الغالب السياسة ما اتغيرتش. إذن أستاذ جورج بيقول لك النظام السابق كان بيتبع هذا الأسلوب، وقامت ثورة في البلد وبقى جاء نظام جديد المفروض، والنظام الحالي يتبع نفس الأسلوب، تفسيرك لده ايه؟ تفسير ان النظام اصلا ما اتغيرش لغايه دلوقتي، يعني النظام السابق هو النظام الحالي، نفس الناس القائمين بنفس العقليه بنفس الاسلوب اللي كان في النظام السابق هو في النظام الحالي. الفكره بس ان تم الاطاحه برمز او شكل النظام او راس النظام اللي هو مبارك، لكن نفس العقليه ونفس الاسلوب الاداره ونفس كل شيء، نفس الرجال بنفس، حتى دلوقتي بقى يعني مؤيدي مبارك ومؤيدي نظام الثوره بقى يطلعوا بيتكلموا بمنتهى الصراحه وبيشتموا في الثوره، وده بقى عادي جدا وطبيعي جدا. بقت الثوره دلوقتي اسمها انقلاب، بقت الثوره اسمها تخريب، بقت الثوره اسمها قلب نظام الحكم، يعني رجع المصطلح قلب نظام الحكم. دلوقتي بقى في شهادات لرجال الجيش في المحاكم بيقول لك ان هم قلبوا نظام الحكم، يعني احنا عملنا حاجه وحشه، الثوره دي حاجه سيئه بالنسبه لهم يعني. فللاسف انا شايف ان في انقلاب على الثوره، والنظام القديم بيحاول يعود تاني مره اخرى. في بعض الثورات النظام عاد بعد سنوات، لكن في مصر النظام بيعود مبكرا جدا، بيحاول يفتت ما بين القوى السياسيه، بيحاول يفرق ما بينهم، بيحاول يتهمهم دايما باتهامات كثيره كالعماله والتمويل وما شابه، عشان يعود للحكم مره اخرى باشكال جديده بوجوه جديده. ولكن للاسف الشديد لازم نكون يقظين جدا، لان النظام القديم لسه ما اتغيرش. بس دي ثقافه على فكره، يعني مثلا في بدايه الثوره قال لك بياخدوا كنتاكي وبياخدوا يورو وبياخدوا بتاع، دي ثقافه. ايوه بس النظام القديم يا استاذ جورج، ايوه النظام القديم اللي قال لك كنا بناكل كنتاكي وكنتاكي كان قافل من اول يوم. يعني اللي انا عايز اقوله، لا بس هذا النظام سقط، هو اللي انا عايز اقوله النهارده، اذا كنا لسه بنتعامل بنفس الابجديات بتاعت النظام السابق لما كان يخون اي حد يقول لك ده قابض ده جاي له من بره، طبعا سقط النظام، وما زلنا بنتكلم بنفس الاسلوب زي ما استاذنا الدكتور حسن قال. يعني انا مش عايز برضو يظهر الامر وكان الدوله يعني ان النظام هو نفس النظام، وبالتالي الدوله على خطأ دائما وهي اللي بتوجه الاتهامات زورا وبهتانا، وان المجتمع المدني ده كله يعني حاجه ملائكة ونزيهه وشفافه في كم هائل من الفساد. صحيح. كم هائل من الفساد. واذا كانت الدوله عايزه، لان الدوله للاسف الشديد في الفتره السابقه واظن ان هذا ما زال مستمرا، كانت تدير الدوله بالفساد، كانت تحب قوي الناس الفاسده وتشتغل معاها وتغطي عليهم، وبالتالي ما كانش يهمها قضايا الفساد المالي إنما إمتى بقى بتطلع قضايا الفساد؟ لما يعني تبتدي هذه المنظمات تدير أو تقيم أنشطة غير مرغوب فيها سياسيا. إحنا عايزين الاثنين بقى، عايزين الأساس هو مكافحة الفساد، إن الدولة تبقى مستقيمة تبقى شفافة تعمل عمل لصالح الوطن. مين وطني مصري مش هيفهم الدولة لما تقول أنا عايز أدافع عن أمن مصر ضد مثلا أجندات خارجية تريد إيذاء المجتمع المصري، تريد الحق الأذى المجتمع المصري. إنما إذا كانت قضيتك هي قضية إنك أنت عايز كنظام كل ما يعنيك المحافظة على صورتك والمحافظة على بقائك، وإن أي حد يمسك بكلمة تعتبر إن ده مساس بأمن الوطن إلى آخره، لا
لا يعني هذا هو الفارق الذي يجب ان يكون واضح. ومطلوب من الدوله النهارده انها كمان تعلن وتقول بالاسماء الفلوس دي بالزبط. راحت لمين عشان خاطر يكون فعلا في مبدا شفافيه ولا نترك كده الامور يعني وجات منين وبالنسبه بالزبط. للجميع وما تقولش بقى تمسك واحد تكشف وتسيب التانيين، لازم يكون ده مبدا مزبوط. للكل. يعني انا تكمله لكلام احمد انه المساله عايزه حسم وتطبيق قانون مظبوط، ده مش موجود. طيب انا قبل ما اختم حواري يهمني اسال حضراتكم سؤال فيما يخص التظاهره اللي المفترض تطلع بكره. حركه 6 ابريل اعلنت انها لن تشارك. مش هنشاركوا ليه رسميا؟ مش هنشارك، لكن اللي عايز يشارك بصوره فرديه هيشارك. انتوا ليه لان يعني ما كانش في فتره كافيه للاعداد وما كانش فتره كافيه للتنسيق ما بين القوى السياسيه، والهدف الرئيسي لمظاهره غدا اللي هي ضد الطوارئ، يعني شغالين في حملات في الشارع المصري في اماكن شعبيه للتوعيه بمخاطر الطوارئ والتوعيه بضروره اليقظه من عوده النظام القديم والتوعيه السياسيه بصفه عامه يعني. فبكره مش نازلين بصوره تنظيميه ونازلين يعني اللي عايز ينزل بصوره فرديه ينزل. استاذ جورج رايك ايه في تظاهرات؟ انا شايف انت هتشارك بكره؟ لا انا مش هشارك. ليه؟ لانه ما استعدناش كويس لهذه التظاهره، لان احنا لسه طالعين من اسبوع عاملين نعالج في جراحه لغايه دلوقتي، فمش معقول احنا بنعالج جراحنا. بس انا عايز اقول انه الناس بتصدر قرارات تستفز الناس وتزعل بعد كده ان الناس تطلع تحتك. تمديد طوارئ ايه بس؟ يعني تمديد طوارئ ايه؟ ما انت عندك قانون العقوبات موجود وعندك بيان للمجلس العسكري قال ان لن يقدم الى المحاكم العسكريه اي مدنيين ما عدا من حمل سلاحا، من اعتدى على اغتصب امراه او هاجم الشرطه. طب ما تطبق ده، ما طبقتوش ليه؟ ايه توسيع مساله حاله الطوارئ ان انا اطلع في التلفزيون دلوقتي واقول كلمتين كده اقول لك ده قال اشاعات؟ هدوه ده مش ربنا ممكن. يستر. ربنا يستر. خلي بالك لو حد عسكري قال اشاعات مين اللي يحاسبه؟ لو حد عسكري قال اشاعات وفي غياب مصادر معلومات ومصادر تقدر تديك معلومات طبعا ممكن. دكتور حسن رايك في تظاهره بكره؟ مشارك ام غير مشارك واسبابك؟ لا انا افهم تماما الذين سيشاركون. يعني ان تحتج على تفعيل قانون الطوارئ هذه مساله مبدئيه، وانا ضد تفعيل قانون الطوارئ تماما. هذا لن يحل اي مشكله سياسيه. المشكله التي تواجه مصر مشكله سياسيه سببها فجوه الثقه التي تزداد بين الحكومه وبين الشعب، ويجب ان يقال هذا بكل صراحه. انما الخروج في مظاهره اخرى في ميدان التحرير دي مساله بقى عليها على يعني مشكله عليها، لانه ما تقدرش تطلع وتطلب من الناس انها تطلع كل جمعه في مظاهره مليونيه، وبالتالي يعني كثيرون جدا من يقفون ضد تفعيل قانون الطوارئ ربما لا يخرجوا غدا. ده مش معناه انهم موافقين على قانون الطوارئ، معناه انهم ضد قانون الطوارئ وضد تفعيل قانون الطوارئ، ولكن عدم الخروج هو فقط لانه يعني ابتدى يعني يبقى شكل ميدان التحرير وشكل المليونيات مش حلو عند الناس. الناس عايزه مليونيات لاسباب تجمع عليها القوى السياسيه، وعايزه القوى السياسيه تتوحد وتصبح المليونيات وسيله للوحده وليس وسيله للاختلاف. أشكركم جدا، شرفتونا وسعداء بهذا اللقاء، ونتمنى دائما تكراره. يعني فعلا بنسعد بوجود حضراتكم معنا. أشكركم جدا. بعد الفاصل الحلقة الأولى من حوارنا أو من ملفنا الخاص بملف الرئيس والمشير. بعد الفاصل الحوار سوف يكون حوار مسجل مع الأستاذ مصطفى بكري، تابعونا في هذا الملف. زي ما عايز اقوله ان هذا الملف ليس ملف حلقه واحده، لكن النهارده هي البدايه فقط لهذا الملف، لكن ان شاء الله في كل خميس من الاسابيع القادمه هنستكمل ملف الرئيس والمشير على مدار 59 سنه، كيف كانت علاقه الرئيس والمشير في مصر. بعد الفاصل ملف الرئيس والمشير.